السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس اتصال الدالة العددية. إذا في هذا التمرين غنحاول نشوفو التمرين التطبيقي ديال مبرهن القيم الوسطية، وبالضبط غادي نشوفو كيفية إيجاد قيمة مقربة للعدد ألفا بواحد الدقة معينة. إذا التمرين يقول بين أن المعادلة x أس 3 زائد 2 x زائد 1 تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا ينتمي إلى المجال ناقص واحد صفر. السؤال الثاني: أعطي قيمة مقربة للعدد ألفا بالدقة 0.25. أو ممكن تطرح السؤال بصيغة أخرى: حدد تأطير للعدد ألفا سعته 0.25. إذا نبدأ بأول سؤال. إذا هنا في السؤال قالوا لنا بين أن المعادلة تقبل حلا وحيدا، إذا خص يكون ثلاثة الشروط. إذا الشرط الأول هو ديال الاتصال. إذا لدينا، إذا بما أن F متصلة على R لأن هذا اللي حدودية، فإنها متصلة على المجال إيه؟ لأن المجال إيه ضمن R. إذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خصنا نحسب الجداء. إذا نحسبو f ديال صفر، كنعوضو اكس بصفر، إذا في المعادلة كيبقى لنا صفر زائد جوج صفر زائد واحد تساوي واحد، f ديال ناقص واحد، إذا هي ناقص واحد أس ثلاثة زائد جوج ناقص واحد زائد واحد، إذا ناقص واحد ناقص واحد أس ثلاثة هي ناقص واحد ناقص جوج زائد واحد، إذا تساوي ناقص جوج. إذا لقينا الجداء إف ديال صفر إف ديال ناقص واحد أصغر قطعا من صفر لأن واحد فيهم موجب واحد سالب. إذا الشرط الثالث خصها تكون راتبة قطعا، يعني إما تزايدية أو تناقصية. إذا هنا خصنا ندرسو الاشتقاق، نحسبو الدالة المشتقة. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لإي، إذا إف بريم ديال إكس يساوي لنا الاشتقاق ديال إكس أس ثلاثة زائد جوج إكس زائد واحد. إذا الاشتقاق ديال إكس أس ثلاثة هو ثلاثة إكس مربع، الاشتقاق ديال جوج إكس هو جوج، والاشتقاق ديال واحد هو صفر. إذا هنا ندرسو الإشارة ديال إف بريم ديال إكس على المجال إي. إذا هنا كما هو واضح لدينا ثلاثة إكس مربع عدد موجب قطعا، لأن إكس مربع دائما أو أكبر يساوي صفر. إذا أي أن ثلاثة إكس مربع زائد جوج راه أكبر أو تساوي جوج، أي أكبر قطعا من الصفر في الحالة على R. إذا دائما التعبير موجب قطعا. إذا لكل إكس كينتمي لمجال إي، ف F بريم ديال إكس موجبة قطعا. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن إذا F بريم تزايدية قطعا على R، أي على المجال E. إذا ثلاثة الشروط محققين. إذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية Theorème des valeurs intermédiaires، المعادلة F X تساوي صفر تقبل، كنقول اف لإكس تساوي صفر، يعني المعادلة إكس أس ثلاثة زائد جوج إكس زائد واحد تساوي صفر تقبل حلا وحيدا من المجال ناقص واحد صفر. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: حدد تأطير لعدد ألفا سعته 0.25. إذا السؤال الأول لقينا بأن ألفا كينتمي للمجال ناقص واحد صفر.
السؤال الثاني غنحاولوا نلقاو تأطير أدق للعدد ألفا. إذا هذه الطريقة اللي كنستعملو كتسمى طريقة التفرع الثنائي، يعني ديكوتومي، لا ميثود باغ ديكوتومي. إذا كيفاش كنستعمل هذه الطريقة؟ إذا بشكل عام كيكون عندنا واحد المجال أبي، إذا كيكون عندنا اف د أ و اف ديال بي معروفين. إذا نفترضوا بأن هذه موجبة وهذه سالبة، لأن دائما كيكون عندهم إشارتان مختلفتان. إذا كنحسبوا المركز للمجال، المركز للمجال كنحسبوه، كنجمعوا الحدين للمجال أ زائد بي على جوج، سواء كان هنا المجال مغلوق أو مفتوح بحال بحال. إذا ومن بعد كنحسبوا اف ديال سي. إذا اف ديال سي راه إما غنلقاها موجبة أو غنلقاها سالبة. إذا إما غنلقى اف ديال سي موجبة أو غنلقاها سالبة. إذا إلا كانت سالبة فألفا كتنتمي لهذا المجال هذا، يعني كترجع ألفا كتنتمي للمجال أ سي اللي هو أ زائد بي على جوج. وإلا كانت العكس، إلا كانت اف ديال سي موجبة، كتولي ألفا كتنتمي للمجال أ زائد بي على جوج بي. إذا سعة المجال، سعة المجال هنا هي بي ناقص أ، وبالتالي هنا سعة المجال كتغير، كتولي هي بي ناقص أ زائد بي على جوج، يعني بي ناقص سي، وهنا كترجع سي ناقص أ. وكنكمل هاد العملية حتى كنلقى السعة المطلوبة، يعني بنفس الطريقة كنولي نحسب عاوتاني المركز د هاد المجال هذا أو د هاد المجال هذا على حسب الحالة، ومن بعد كنلقى السعة المطلوبة. إذا دابا نشوفو التمرين ديالنا إيجاد قيمة مقاربة لألفا بالدقة 0.25. إذا الدقة حنا عندنا المجال إي هو ناقص واحد صفر، فإلا بغينا نعرفو الدقة هي صفر ناقص ناقص واحد، إذا الدقة هي واحد. حنا خصنا نلقاو الدقة 0.25، يعني سعة المجال تكون هي 0.25. إذا نحسبو المركز. إذا المركز قلنا هو أ زائد بي على جوج، يعني يعني ناقص واحد زائد صفر على جوج، أي ناقص واحد على جوج. إذا نحسبو إف ديال ناقص واحد على جوج، إذا نعوضو هي ناقص واحد على جوج الكل أس ثلاثة زائد جوج ناقص واحد على جوج زائد واحد. إذا إلا حسبنا فغنلقى ناقص واحد على ثمانية زائد جوج في ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد زائد واحد، إذا كتبقى لنا ناقص واحد على ثمانية، إذا ناقص واحد على ثمانية، وهذه سالبة. عندنا هذه موجبة، و إف ديال ناقص واحد سالبة، إذا كناخدو دائما الجداء السالب، إذا غناخدو هذه وهذه، إذا اف ديال صفر اف ديال ناقص واحد على جوج اصغر من الصفر. شنو كيعني هذا؟ كيعني الفا، اذا الفا كتنتمي لشمن مجال؟ المجال ناقص واحد على جوج صفر. شحال السعة هذا المجال؟ هي صفر ناقص ناقص واحد على جوج، يعني هذا الحد ناقص هذا الحد. اذا السعة المجال غنلقى هذا مجال، اذا سعة المجال هي القوية واحدة على جوج، لأن صفر ناقص ناقص واحدة على جوج، إذا هي صفر زائد واحدة على جوج. إذا مازال ما لقيناش السعة المطلوبة، حنا كنقلبو على 0.25. إذا بنفس الطريقة غادي نحسبو المركز، إذا هادي نسميه السي، هادا نسميه السي واحد. إذا المركز ديال المجال ناقص واحدة على جوج صفر، إذا هي ناقص واحد على جوج زائد صفر على جوج، أي ناقص واحد على أربعة. إذا كنحسبو إف ديال ناقص واحد على أربعة، إذا هو ناقص واحد على أربعة الكل أس ثلاثة، كنعوضو في المعادلة أو في الدالة، زائد جوج مضروبة في ناقص واحد على أربعة زائد واحد. إذا هي ناقص واحد على أربعة وستين
ناقص واحد على جوج زائد واحد، إذا هادو اللي جمعناهم غيعطيوني زائد ثلاثة على جوج. نوحدو المقامات، المقام واحد هو 64، إذا غيجينا هنا غادي نضربو جوج في 32 يعني 64، وغادي نضربو ثلاثة في 64، ثلاثة في 32 إذا غيجينا 96، إذا غيجينا ناقص 95 على 64، ناقص 95 على 64، إذا هذا قيمة سالبة. غادي نجمعوها مع القيمة الموجبة، إذا حنا نشوفو عندنا اف ديال ناقص جوج ناقص واحد على جوج لقيناها سالبة كذلك، و اف ديال صفر لقيناها موجبة، إذا لدينا اف ديال صفر اف ديال ناقص واحد على أربعة أصغر من الصفر، وبالتالي ألفا ينتمي إلى المجال ناقص واحد على أربعة صفر. إذا هذا مجال، هذا مجال سعته، إذا سعت هذا التأطير، إذا سعت التأطير كندير صفر ناقص ناقص واحد على أربعة، أي هي صفر زائد واحد على أربعة، أي واحد على أربعة، وواحد على أربعة هي 0.25.